ابراهيم يوسف، مهندس مهندس كهرباء في شركه مقاولات. ناوي تفطر هنا يا الحقيقه انا عامل حسابي ان انا افطر هنا. ايه يعني استمراريه الاعتصام ولا ايه بالظبط؟ الحقيقه احنا قلناها النهارده اصلا، احنا 25 يناير نزلنا عشان نعيد كرامه المواطن مره ثانيه، لكن حتى الان لم تعد يعني لم نسترجع كرامه الوطن. احنا دلوقتي ما بنقدرش نعامل اسرائيل وامريكا الند بالند، ما بنقدرش نعامل الناس اللي بتقتل الجنود بتاعتنا على الحدود الند بالند. احنا مش قادرين نعمل ده، لكن احنا نازلين النهارده وهنبدا النهارده بدايه الثوره لكرامه الوطن. ده اللي احنا عايزينه، اللي احنا عايزين كرامه الوطن، نقدر نعامل اي دوله مهما كانت تعتدي على حدودنا وتعتدي على جنودنا نعملها الند بالند. هي دي احنا، ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا بندعو ليه من دلوقتي، وده اللي احنا بنعتصم من اجله دلوقتي. بتقول ايه للقوى السياسيه او الاسماء البارزه التي لم تظهر على الساحه حتى الان؟ الحقيقه ان الناس اللي موجودين دلوقتي في الميدان هو كلها بجهود ذاتيه، انت مش شايف مفيش اي يعني اي حزب او اي اسم او اي قوى سياسيه موجوده، لكن كل اللي موجود نازل بجهوده ذاتيه، كل الناس نازله بجهودها ذاتيه، يعني كل الناس نازله عشان تقول احنا موجودين. لكن الناس اللي موجوده دلوقتي 300 400 500 واحد موجودين دلوقتي بس عاديه تماما، ملهاش اي انتماءات سياسيه، لكن اللي احنا عايزين دلوقتي كل الناس تبقى موجودين. احنا عايزين نعيد ثوره 25 يناير اللي خرجت عشان كرامه المواطن، يعني نعيدها مره ثانيه وتبقى 25 اغسطس 26 اغسطس لكرامه الوطن. احمد السيد من السويس، انا من ضمن شباب ثوره 25 وجايين نحقق النهارده المظاهره دي. النهارده كده اسرائيل كل يوم بتسحب مننا واحد، مش كل دور على عقد مبارك كانت بتعمل، كنا بنقول ده مبارك موجود، النهارده كده شلنا مبارك، عاوزين نخلي حريتنا حريه واحده، العرب كلها بايد واحد، واحنا وانا بقول لاسرائيل ان احنا برضه مصريين وقلبنا شجاع، مهما تعملوا احنا هنقف قصادكم ومش محتاجين منكم اي حاجه، احنا شباب مصر هنقدر نحمي ارضنا وهنقدر، احنا عاوزين النهارده نخش السفينه. الحمد لله عفوا الحمد لله. No, 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 please, please, it's okay. He's gonna have No, 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 no,